الله مساءكم بكل خير مشاهدينا، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج حدث اليوم الذي نسلط فيه الضوء على ابرز الاحداث لهذا اليوم. ونبدا من الحدث الابرز قبل قليل ليبيا وفي التفاصيل. بنتيجة قريبة للمفاجأة، ليبيا تطوي صفحة المناصب التنفيذية، دبيبة رئيسا للحكومة الانتقالية والمنفي للرئاسي. القصة الثانية من لبنان وفي التفاصيل. إشكال كبير بين الحليفين اللدودين، إطلاق نار بين ميليشيا حزب الله وأمل في معقلهما في بيروت. القصة الثالثة من لبنان أيضا وفي التفاصيل. أرملة لقمان سليم تتهم ميليشيا حزب الله باغتياله ومخاوف من تمييع التحقيق. أما القصة الرابعة فهي من أوروبا وفي التفاصيل. أوروبا تضع خلافاتها مع روسيا جانبا واتجاه لترخيص لقاح سبوتنيك وإنتاجه على أراضيها. أما القصة الخامسة لليلة فهي من تونس وفي التفاصيل. أزمة رأسي السلطة التنفيذية إلى مزيد من التصعيد. المشيشي بدعم من النهضة يتجه لتخطي سعيد ودعوات لانسحاب وزراء شبهات الفساد. طريق الألف ميل الليبية بدأت اليوم بطي صفحة مناصب السلطة التنفيذية. الأمم المتحدة نجحت في دفع الأفرقاء الليبيين نحو إنجاح مسار ملتقى الحوار الليبي. مرحلتا تصويت أسفرتا نتيجة مفاجئة بإقصاء تحالف فتح بشاغة وعقيلة صالح لصالح تحالف بدا جديدا على المشهد الليبي. ملتقى الحوار الليبي انتخب اليوم عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة الليبية المؤقتة ومحمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي. وفي أول رد فعل سارع وزير دفاع حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش إلى إعلان دعم استراتيجيات الرئيسين المنتخبين أي رئيسي الرئاسي والحكومة إلى جانب دعم مشروعهما في لملمة وتوحيد المؤسسات. إذن بعد مسيرة طويلة وعقبات كثيرة وبعد طول ترقب وانتظار، أعلنت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي، مشيرة إلى أن هذه اللحظة تعد لحظة تاريخية في ذاكرة الشعب الليبي. القائمة الفائزة التي فازت ب 39 صوت لرئاسة مجلس الوزراء السيد محمد يونس المنفي بالنيابة عن الأمم المتحدة. يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية. We'll be right back.
نحن بطبيعة الحال نترقب مؤتمرا صحفيا لستيفاني ويليامز المبعوثة بالإنابة، مبعوثة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة، وكانت كذلك ويليامز قد هنأت الشعب الليبي على توصل لقرار انتخاب رئيس للمجلس الرئاسي الليبي، مشيرة إلى أن أهمية القرار ستزيد مع مرور الوقت. سوف تتزايد أهمية القرار الذي اتخذتموه هنا اليوم مع مرور الوقت في الذاكرة الجماعية للشعب الليبي. هذه العملية، عملياتكم قد قطعت شوطا طويلا منذ أن جمعناكم أول مرة عبر الاتصال المرئي في أكتوبر من العام الماضي، وقد تجاوزتم خلافاتكم وانقساماتكم وتغلبتم على العديد من التحديات التي واجهتموها خلال هذه الرحلة الصعبة ولكن المثمرة لصالح بلدكم والشعب الليبي. من جنيف معنا موفد الحدث حسين قنيبر. مساء الخير حسين، نتابع معك طبعا في المشهد الانتخابي اليوم، وبالفعل نحن كذلك بانتظار المؤتمر الصحفي الآخر لستيفاني ويليامز بعد قليل. كيف بدت لك الأجواء؟ مساء الخير لارا. بالفعل المؤتمر الصحفي لستيفاني ويليامز سيبدأ بعد أقل من نصف ساعة من الآن. تستطيع الأمم المتحدة الليلة أن تتحدث عن نجاح جزئي فبعد النجاح في تثبيت وقف إطلاق النار الذي كان أقر في 23 من شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، وبعد التوافق حول خارطة الطريق خلال اجتماعات تونس في نوفمبر الماضي، جاء التصويت اليوم بعد 5 أيام من المحادثات التي لم تكن سهلة، كانت بدأت الاثنين، جاء التصويت وجاء نجاح هذه القائمة، وهو ما لم يكن متوقعا إذ أن كل الأنظار كانت تذهب نحو القائمة الأخرى التي تضم عقيلة صالح قويدر رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا، وأيضا فتحي علي عبد السلام بشاغة، من بين أسماء أخرى أيضا هي عبد المجيد سيف النصر وأيضا أسامة الجويلي. طبعا كان فوز هذه القائمة التي من ضمنها محمد يونس المنفي وأيضا عبد الحميد محمد دبيبة وكذلك موسى الكوني، من بين الأسماء الأخرى الاسم الرابع هو عبد الله اللافي، كانت مفاجأة. وستيفاني ويليامز دعت الليبيين إلى الاهتمام بالخطوات اللاحقة. الأمم المتحدة تستطيع أن تتحدث عن نجاح جزئي ولكن ثمت ملفات أخرى لارا لابد من الحديث عنها ما زالت تشكل ثغرات كبيرة، أولها أن تنجح الأمم المتحدة في تنفيذ البند المتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وجمع السلاح، وكان يفترض أن يلتزم بذلك في 23 من الشهر الماضي كحد أقصى. أيضا المسألة المتعلقة بأن هياكل أمنية نشأت مؤخرا في طرابلس تحت أمرة المجلس الرئاسي، فيما الأمم المتحدة تعتبر أن قيام بعض الهياكل الأمنية مخالف لمبدأ احتكار الدولة للشق الأمني، وأيضا المسألة المتعلقة باللجنة الدستورية التي يجب أن تضع اللمسات الأخيرة على إجراء استفتاء على الدستور. اللجنة الدستورية ستجتمع في الغردقة بمصر يوم الثلاثاء المقبل بين الثلاثاء والخميس، يجب أن تتقدم في هذا المجال بعد أن كانت اجتمعت في الغردقة نفسها في 20 من الشهر الماضي. وملف أخير أيضا يتعلق بضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. كل ذلك ما زال الطريق طويلا إذن أمام الليبيين للتوافق على كل ذلك. طيب حسين، يعني حتى الآن ما كانت ردود الفعل الداخلية حول نتيجة التصويت هذه، يعني بين الموجودين والذين شاركوا بالعملية؟ طبعا بعضهم فوجئ، خصوصا أنه تحدث عن أن التنافس الذي جرى في جولة التصويت التي حصلت قبيل ظهر اليوم بين القوائم الأربع جاءت نتائجها على شكل التالي: القائمة الأولى حصلت على 13 صوتا، قائمة كانت تضم من بين أسماء أخرى محمد خالد الغويل، كما أن قائمة ثانية كانت تضم من بين أسماء أخرى محمد عبد اللطيف المنتصر حصلت على 15 صوتا،
وطن، والقائمة الثالثة التي تضم هذه القائمة التي فازت في النهاية كانت تحل ثالثة وحصلت فقط على 20 صوتا، أما القائمة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في المرحلة ما قبل النهائية فكانت تلك التي تضم عقيل صالح وفتحي بشاغة، وهي التي خسرت في نهاية المطاف، مع أنها حصلت في المرحلة ما قبل النهائية على 25 صوتا، ما أعطى الانطباع أنها هي التي ستفوز في السباق النهائي، لكن المفاجأة جاءت بأنها لم تكن هي الفائزة وإنما تلك التي حققت أقل عدد من الأصوات، فجاءت النتيجة على الشكل الذي تحدثت عنه في مقدمة الخبر لارا. شكرا جزيلا لك حسين قنيبر مفد الحدث إلى جنيف، ويعطيك العافية بعد هذا اليوم الطويل. نذهب إلى ضيفنا من القاهرة المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك. أستاذ محمد مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم ودائما على شاشة الحدث. الآن في تفاصيل تفيد بترحيب الإمارات بتشكيل سلطة تنفيذية ليبية جديدة، ولكن نريد أن ندخل معك بداية بقراءتك لهذه السلطة وللأسماء الموجودة فيها الآن. مساء الخير وتحية طيبة لحضرتك أستاذة لارا ولكل مشاهدي الحدث. يعني كنت معكم في مرات عديدة وقلنا بأن علينا ألا نرتكن إلى ما يتم ترديده بأن الأمر قد حسم، وأننا تعودنا في المشهد الليبي دائما على المفاجآت، وبالفعل يعني حدثت المفاجأة. كل الأنظار كانت على القائمة التي على رأسها المستشار عقيل صالح والسيد فتحي بشاغة، ثم فوجئنا بفوز هذه القائمة. بعض الأسماء يعني تبدو غير معروفة بشكل كبير في الأوساط السياسية. تركيبة المجلس الرئاسي ربما يعني لا يتسنى لنا أن نستوضح مدى التوازن الموجود في هذه القائمة، باعتبار أن من على رأسها هو عضو مؤتمر وطني سابق السيد البنفي وسفير سابق أيضا، وعضو مجلس نواب من الذين كانوا في الكتلة المعارضة في طرابلس، وربما رمانة الميزان يعني هو السيد موسى الكوني باعتباره مستقل، وكان لديه موقف بالاستقالة من المجلس الرئاسي في وقت سابق، ولكن يعني لا شك أنها فاجأت الكثيرين، وهناك الكثير من التساؤلات وما أمور تحتاج إلى توضيح فيما يتعلق بشخوص هذه القائمة وأيضا انتماءاتهم وسياساتهم المتوقعة. هو يعني حتى أيضا إذا ما أردنا أن نقرأ بالمشهد ككل بين الأمس واليوم حصل انسحابات بالأمس، طرح كثير من الأسئلة حولها، حتى حصلت عملية التصويت بالمرحلة الأولى من عملية التصويت الثانية كان في تقدم واضح للائحة البشاغة وكذلك أيضا السيد عقيل صالح، ولكن تغير الوضع. هل حصل أي يعني اتفاقات أو توافقات سياسية لم تعلن حتى الآن برأيك أستاذ محمد؟ في تقديري أن المشكل في قائمة المستشار عقيل صالح والتي أطلق عليها قائمة الصقور أنها يعني كلها أسماء يرى البعض بأنها جدلية. على سبيل المثال السيد فتحي بشاغة، رغم من أن لديه قاعدة ودعم من مسقط رأسه التي تتمتع بثقل سياسي وعسكري، إلا أنه أيضا غير مقبول بالنسبة لتشكيلات مسلحة في الغرب الليبي وبعض القوى السياسية والتيارات أيضا في الغرب الليبي، بالإضافة إلى الشرق الليبي أيضا الذي لديه تحفظات على شخص السيد بشاغة. نفس الكلام ينطبق على المستشار عقيلة صالح، شهدنا بعض البيانات التي ترفض الاعتراف به حال ما تم يعني انتخابك كرئيس للمجلس الرئاسي، والأمر عينه ينطبق على السيد أسامة جويري. يعني كانت قائمة بها أسماء مثيرة للجدل، وبالتالي كل هؤلاء وضعوا في قائمة واحدة، وعندما تمت المفاضلة جنح الأعضاء الملتقى إلى القائمة الأخرى التي ربما تحوي بعض الوجوه الجديدة وآثروا أن يدفعوا بها إلى الأمام. يعني هذا في ظني. طيب يعني تحدث حضرتك عن تحفظات في الشرق على بشاغة، ولكن الآن السؤال عما إذا ستكون هناك تحفظات في الشرق على الأسماء التي فازت الآن، يعني تحديدا تحدث عن رئيس المجلس الرئاسي وكذلك أيضا موقف الجيش تحديدا كيف سيكون؟
هذا متوقع، يعني أن يكون هناك تحفظات وأيضا اعتراضات على القائمة ولو كان الأمر مبكر. أما بالنسبة لسيد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، يعني هناك أكثر من رأي فيما يتعلق بهذا الأمر. هناك من يرى أنه مرتبط بشكل أو بآخر أو لديه اتصالات جيدة بتيار الإسلام السياسي، وهناك من داخل مجلس الدولة من يقول بأنه شخص مستقل ومتوازن وغير منتمي لأي من التيارات المختلفة. كل هذا إلى الآن لم يتضح بعد، والذي سيوضح الصورة هي الممارسات وما سيقوم به من سياسات في الفترة القادمة. أظن بأن الاختيار وقع على مجموعة غير معروفة بشكل كبير على الساحة السياسية، وربما هذا يعني يكون عن قصد، ولكن ستتضح جليا هذه السياسات، ستتضح جليا ما إذا كان بالفعل هناك ارتباطات بتيارات مؤدلجة أو غيره في الفترة القادمة. ومن الصعب أن نقول أننا أمام عملية ناجحة 100%، باعتبار أن هناك عدة خطوات أخرى لم تتخذ، لم يصدر الستار بعد على هذه العملية. نعم. هناك اعتراف دولي إلزامي حتى تستطيع هذه السلطة ممارسة مهامها على غرار ما صدر من قرار مجلس الأمن 2259 في أعقاب توقيع اتفاق الصخرات. هناك أيضا اعتماد حكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب، وكذلك إجراءات الانتقال الثالث للسلطة وإنهاء الأجسام الموازية. يعني العملية ما زالت مستمرة، وهناك طريق طويل أمام هذه السلطة حتى نستطيع أن نقول أنها سلطة جديدة. هل الأسماء قدمت للإشراف على المرحلة؟ هل الأسماء المنتخبة الآن سيد محمد يمكنها فعلا أن تضمن أنه سواء الاسم المختار عن الشرق أو الاسم المختار عن الغرب أو حتى الجنوب، هل يمكن لها أن تضمن أنه سواء الشرق أو الغرب أو الجنوب سوف يمتثلون لهذه الخطوات المتبقية؟ يعني يمكن مثلا للغرب الآن فعلا أن يكون هناك حل لموضوع المرتزقة، أن يكون هناك بالنسبة للشرق كذلك حل لموضوع الطريق الساحلي؟ يعني هل لديهم مفتاح الحل؟ من الصعب تماما أن نقول بأن الطريق ممهد والأمور سلسة، باعتبار أن هناك انقسام كبير وتضارب مصالح، وبالتأكيد هناك أطراف في الداخل الليبي شرقا وغربا وجنوبا غير راضية تماما عن هذه التشكيلة، وربما يتطور هذا الموقف إلى ممارسات من شأنها عرقلة إتمام هذا الأمر بشكل أو بآخر، وإن كنا نأمل أن تتم الأمور بسلام، ولكن هذا متوقع في ظل الوضع الراهن. وحدثت سوابق في فترات ماضية، مجلس الرئاسي 4 أشهر حتى يستطيع أن يدخل إلى طرابلس نتيجة لهذه التجاذبات والصراعات. أظن أن أيضا المجتمع الدولي عليه أن يقوم بدوره فيما يتعلق بهذه المسألة، وأعضاء المجلس الرئاسي عليهم أن يثبتوا بأنهم غير متصلين أو تابعين لأي طرف، هم جاءوا من أجل قيادة هذه المرحلة فقط حتى تصل ليبيا إلى الانتخابات. نعم. نريد أن نذكرهم دائما وفي كل مناسبة أنهم موجودين فقط في هذه المدة من أجل مهمة محددة، وهي تعبيد الطريق نحو العملية الانتخابية. هذا لابد أن يكون واضحا، وعليهم أيضا أن يقفوا على مسافة واحدة من الجميع ويدركوا حساسية الارتباط بأي كيانات أو دول إقليمية من الدول التي تغذي الصراع في ليبيا. أشكرك جزيل الشكر، ضيفنا من القاهرة المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد سلاك. حدث اليوم مستمر معكم، وفيها أيضا القبض على 6 إرهابيين من داعش بعملية استخبارية في محافظة كركوك. لن نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة. هل يعني بأن الكاظمي الآن في مواجهة مع مؤسسة تابعة للجهات الرسمية؟ العراق الحالي لا يحتمل إلا أن يكون في حالة انحياز الإيجابي. ترى حضرتك مو رئيس وزراء منتخب من قبل الجماهير، مع مطلب الجماهير أن حكومتك هي حكومة مؤقتة لا تختلق مواضيع، وإذا صارت مواضيع لا تدخل بيها. كيف يسمح لمجموعات حقيقة تحمل السلاح وتدخل إلى مؤسسات الدولة؟ هذا هو الواقع الآن، الميليشيات تحدد مسؤوليات وصلاحيات رئيس الحكومة. هنالك سرقة أموال الشعب، القتل، الطائفية، التبعية لدولة أجنبية.
وكانت العملية الأمنية في بغداد أسفرت عن ضبط منصة من 23 صاروخ كاتيوشا كانت مهيئة لإطلاقها على المنطقة الخضراء. نحن على طريق بناء بلدنا وأمامنا مستقبل يجب أن نبنيه لأطفالنا. صور أرقام وأخبار في يومك، كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة. أهلا بكم من جديد. نتابع من شأن اللبناني، فإثر إجراءات أمنية تجريها ميليشيا حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وقع إشكال كبير بين شباب ينتمون لحركة أمل وآخرين من الميليشيا، تخلله إطلاق نار وأسفر عن إصابة شاب. أيضا ذكرت وسائل إعلام محلية أن ممثلين عن قيادة الميليشيا والحركة يعقدون اجتماعا لضبط الوضع تحت إشراف الجيش اللبناني. معنا حول هذا الموضوع من بيروت عبر زوم الكاتب السياسي سيمون أبو فاضل. أستاذ سيمون مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. أتابع مع حضرتك أسباب الخلاف الحالي اليوم الذي حصل بين مناصرين لأمل ومناصرين لحزب الله. مساء الخير عليكم المشاهدين. بس يسأل بيئة الشيء تعيش على الضغط اقتصادي يعني سياسي عسكري صحي ناتج عن أزمات يعني عم بعيشها البلد، سيما أكثر بضوء الكلام أنه الطائف أو هذه البيئة يعني اللي فيها الثنائي الشيعي يرتب على البلد نوع من الـ من الـ يعني من التراجع. لأن ما يحصل هو نوع من الـ من الـ الخلاف الدائم. يعني جمهور حزب الله يعتبر بأنه الجمهور شفاف ومقاوم وينظر إلى حركة كبيرة وفاسدة. هذا الواقع ليس قبل اليوم، يعني هذا الواقع من التباين وتبادل الاتهامات رأيناها عدة مرات. من هنا أي حساسية صغيرة أو أي هيك احتكاك يؤدي إلى انفجار. تجد حركة أمل بأن حزب الله يتمدد على حسابها وهو يحمل السلاح ويعني يرسم معايير أمنية وإجراءات أمنية ترتب عليها قوة أمل الواقع، يعني ما هي قوة عسكرية أيضا، أنها عليها أن تتقيد بهذه المعايير فيؤدي إلى خلاف السلاح غير الشرعي على أرض يعني لا تخضع للشرعية. طيب إلى أي مدى يمكن لهذا الموضوع أن يتطور أو ربما أن يقف عند هذا الحد؟ يعني الآن يقال أنه في اجتماعات للتهدئة، عادة ما يتم التوصل إلى تهدئة، ولكن هل يختلف الوضع عن سابقاته الآن؟ حاليا لن يختلف يعني عن السابقات، إلا أن محاولات دائما مستمرة لتطويق هذه المحاولات، لأن يعني هذه الخلافات ممكن أن تنتشر يعني بسرعة في عدة مناطق بين البقاع بين الضاحية بين الجنوب، سيما أن يعني إلى جانب هذه يعني الاحتكاكات ثمة نوع من التوتر الدائم لا يختفي أبدا عن مسائل التواصل الاجتماعي وتبادل الاتهامات والشكوك يعني بالنجاح بالإدارة السياسية. لا أجد أنا أبدا بأنه سيتطوق، إنما سيتم يعني دائما تبردة الموضوع لأنه يعني يستمر ومستمر. طيب سيمو، أيضا يعني في كثير من الحديث يدور حتى رصد بمواقع التواصل الاجتماعي أنه موضوع التدهور الاقتصادي والمشكلة الاقتصادية الحالية، أنه اليوم في كثير طبعا من الفئات اللبنانية تعاني في هذا الإطار، ولكن حركة أمل وأنصار حركة أمل يعانون أكثر من حزب الله في هذا الإطار، كون حزب الله ما زال يتلقى الدولار وربما يعطي مناصريه الدولار. إلى أي مدى فعلا الأزمة تصل إلى هذا الموضوع كذلك؟
أكيد يعني، وهذا موضوع يعني يتم التداول به. يعني عندما كان قبل الثورة ب 17 سنين من العام الماضي يعني معاش أو ما يقبض مواطن من الطائفة الشيعية كأجير أو كموظف مليونين ليرة لبنانية، كان مقاتل في حزب الله يقبض يعني يقبض 500 دولار أو 700 أو 800، كان يعني يعمل 900 ألف أو أقل. اليوم تعدلت يعني، خلق هذا انقلبت المعادلة، صار إنه جمهور حزب الله والمقاتلين والموظفين والعاملين في مؤسسات حزب الله يتقاضون بالدولار، في وقت يعني يعاني فريق أمل من هذه الأزمة الاقتصادية المالية. يعني هذا يعني يظهر للعيان لأنها بيئة مشتركة، يعني يظهر فيها الملتاح ماديا والمأزوم ماديا. عدا أركز على نقطة سيدتي، هي أن الواقع النفسي بين يعني الفريقين جد سيء. يعني لو ما أنه في محاولات دائمة لكانت انفجرت. أمل تعتبر بأن حزب الله يعني يخدم من قدام من أمامها مصالح ومكاسب لأنها اعتادت على هذا النمط، وحزب الله يسمع الكلام عن أنه قاتل وأنه يعني يغدر بهم ويعودون في الذاكرة إلى سنة 88 أيام إقليم التفاح. هذا الوضع يعني متوتر جدا. من هنا الموضوع كما تحدثنا ضاغط على هذه البيئة التي طبعا يلجمها هو التدخل من قبل الحزب أمل وحزب الله وموضوع تفشي السلاح الذي يؤدي بسرعة إلى مشاكل دموية بين الجانبين. طيب بالنسبة أيضا للغضب الموجود اليوم بالشارع، يعني كان في بالاحتجاجات رأينا بأوقات سابقة احتجاج على حركة أمل كما على حزب الله بموضوع سواء الأسلحة أو حتى احتكار كثير من الوظائف والفرص. هذه الحالة هل هي موجودة أيضا بين أنصار هاتين الجهتين، وكذلك إلى أي مدى أصلا حالة الغضب العامة أثرت عليهما؟ طبعا يعني بيئة الثنائي تعيش نوع من الضغط، من الاتهامات، من تبادل يعني الشكوك، من ضغط اقتصادي. لا نستطيع يعني ان ننكر بان اذا اعتبرنا حزب الله مع امتداداته مع العائلات التي تستفيد منه هي تمثل 100-200 الف لبناني من هذه الطائفه، تبقى الفريق الاخر كيف يستطيع ان يعني يعيش الوضع الاقتصادي؟ فما كمان ضغط ورفض من، ولاحظنا بالمظاهرات كيف أن في مناطق سور النبطية إلى الضاحية عبرت عدة مجموعات عن رفضها للكثير من الأمور التي تحصل كانت اقتصادية أو غيرها. ثمة حالة جديدة هي الضغط الذي يفرض ذاته على يعني هذا الثنائي الذي يعتبر بأنه بين السلاح وبين تمسكه بالدولة وبين ممارسة الارتكابات يستطيع أن يغذي الجمهور ويحافظ عليه. لا، هذه لا يستطيع أن يحافظ على هذه الوتيرة، إنما نرى اليوم إلى جانب الثنائي ردة فعل تجاه الثنائي وعلى الثنائي. أشكرك جزيل الشكر، ضيفنا من بيروت عبر زوم الكاتب السياسي سيمو أبو فاضل. من لبنان إلى العراق، حيث أعلنت مصادر أمنية عراقية إلقاء القبض على 6 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش، ومع ضبط 6 أوكار أيضا تعود للتنظيم، وذلك خلال عملية أمنية استخباراتية نفذتها القوات الأمنية في محافظة كركوك شمال بغداد. على كل، سنتابع الآن مع زميلتنا هنا في غرفة الأخبار هدير الرباعي دراسة عن خسائر وأزمات داعش في العراق. مساء الخير هدير. مساء الخير. إذا نتابع دراسة للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب. الدراسة تقول مع تكثيف القوات الأمنية العراقية عملياتها لاستهداف بقايا داعش في العراق والتي نجم عنها إنهاء معظم قدراته التسليحية والقتالية التي عمل على بنائها منذ عام 2014، يحاول التنظيم إعادة ترتيب صفوفه. وبهذا الصدد كشفت دراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب
كشفت أن تنظيم داعش يحاول بناء انفتاح عمليات تراكمي جديد في مناطق اهتمامه بالعراق، تمثلت أولا بكثرة أجداس العتاد في مواقع متفرقة ونقاط رصد ومراقبة ومقرات قيادة وسيطرة ومراكز دعم لوجستي ومعسكرات التدريب، وإن كان عددها قليل وفق التقرير، واستغلال الكهوف والطيات الأرضية خاصة في المحافظات التي تتميز بوعورة أراضيها كمناطق جنوب محافظة كركوك مثل وادي زغيتون والقرحة وأبو الخناجر ووادي الشاي وشمال شرق ديالى أيضا وشرق صلاح الدين، مستفيدا أي التنظيم من التضاريس الجغرافية الصعبة في جبال حمرين ومكحول وفي مناطق جنوب سامراء في صلاح الدين أيضا وشمال بغداد أي مناطق حزام بغداد، كذلك ناحية الشورى جنوب الموصل وبادية الجزيرة وصحراء الأنبار مثل وادي حوران والقذف، كما أوضحت أن قيادة أن قادة التنظيم ما زالوا يعتقدون أنه يمكن إعادة بناء وترتيب حواضن اجتماعية شعبية تساعده على ترتيب صفوفه، محاولا استغلال عدم الانسجام بين الحشد العشائري المناطقي وميليشيات الحشد الشعبي، لكنه في هذا الصدد واجه رفضا كبيرا من العشائر العربية السنية والكردية أيضا في محافظات الشمال والشرق وغرب بغداد. ودأب داعش على سعي إلى استثمار تواجد خلاياه قرب مناطق الحقول النفطية وطرق المواصلات الرئيسية التي تربط العراق بسوريا وإيران والأردن للحصول على التمويل، وأشارت إلى أن التنظيم يجني من الإتاوات وتهريب السلاح والأدوية والنفط والمخدرات مبالغ تقدر ما بين 3 إلى 4 مليون دولار شهريا، أي أنه متمكن ماديا ويستطيع أيضا بسط سيطرته من خلال المال. لكن التقرير حذر الحكومة العراقية والعراقيين بصورة عامة من استمرار الخلافات السياسية والخلافات السياسية العسكرية بين الفصائل المسلحة والتحالف الدولي، ما يثير مخاوف مفهومة حول عودة التنظيم بالرغم من الجهود العسكرية والأمنية التي تبذلها القوات العراقية للقضاء عليه، وهذا ما تبين خلال الشهرين الماضيين. لارا، بالفعل هدية، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح الذي أيضا سوف نناقشه مع ضيفنا من بغداد الدكتور حسين علاوي الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية. دكتور حسين، مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم دائما وعلى شاشة الحدث. أين هي الثغرات التي بقيت في مواجهة تنظيم داعش حتى عدنا لنرى دورا له في العراق الآن؟ يعني أكيد ما ذكرته السيدة هدير حقيقة حول في تقريرها الآن، هنالك مشاكل كانت كبيرة جدا قبل مجيء حكومة السيد الكاظمي، ورثناها من الحكومات السابقة في مقدمتها استراتيجية المطاردة التي كانت تهدف إلى قتل فلول التنظيم الإرهابي داعش الذين لم يتجاوزوا بعد سقوط الموصل 3000، ثم بدأت عمليات عسكرية سريعة لجهاز مكافحة الإرهاب للجيش العراقي وكذلك للشرطة الاتحادية بدعم من التحالف الدولي وكذلك طيران الجيش والقوة الجوية وكذلك عمليات أخرى قام بها جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني، وبالتالي عمليات الصيد للجسد الخاص بالتنظيم الإرهابي قد تعالت شيئا ومن ثم انخفضت بعد يعني انه تأثير فيروس كورونا، فبالتالي التنظيم الإرهابي اتبع استراتيجية السبات، لكن بعد ذلك وبعد تسلم السيد الكاظمي لاحظنا ان هنالك عمليات قام بها التنظيم الإرهابي في المناطق الزراعية والنائية التي هي في حوض حمرين على وجه الخصوص الذي هو اصبح مركز للقيادة والسيطرة يربط ما بين ديالى وصلاح الدين وكذلك كركوك وكذلك المحور الآخر ما بين منطقة الجزيرة ما بين الأنبار ونينوى، وهذا بالتالي ما جعل التنظيم الإرهابي يذهب إلى اتجاهات لمحاولة التعرض على القطاعات العسكرية، نصب العبوات، استخدام الهجمات السريعة وكذلك بالمقابل القنص، وبالتالي هذه العمليات قد انخفضت انخفاض كبير جدا مع العمليات الكبرى التي كانت في وادي الشاي وغيرها من المناطق الأخرى في حوض حمرين. طيب، الجهاز مكافحة الإرهاب وكذلك بالمقابل لقوات الجيش العراقي. دكتور حسين، يعني تتحدث حضرتك بالفعل عن العمليات الحالية التي أيضا تضع حدود لداعش، ولكن هل في تغيير بالتكتيك أو بالتعاطي الأمني هذه المرة مع أوكار داعش هذا؟
يعني أكيد رئيس الحكومة العراقية هو كان رئيس جهاز المخابرات الوطني، وبالتالي هو ينظر ولديه منظور عميق في هذا الموضوع، من أن الحرب الجديدة مع الإرهابي حرب استخبارات وليس حرب كتل بشرية كبيرة تذهب إلى الأرض وتبحث عن الأشباح. هنا البحث عن الأشباح يحتاج إلى معلومات استخبارية، يحتاج كذلك إلى تقنيات عالية جدا في الضربات الجوية، وهذا ما يساعدنا به التحالف الدولي، وكذلك نحتاج في هذا الموضوع إلى التركيز على مركز القيادة الاستخبارية العراقية. ولذلك جرى تبديلات كبيرة بالأجهزة الاستخبارية وقياداتها، وأتوقع أن هذا النجاح هو الذي اصطاد به سيد الكاظمي والفريق الاستخباري للأجهزة الاستخبارية العراقية والأجهزة العسكرية والأمنية، والي العراق وكذلك والي جنوب العراق وكذلك قيادات مهمة في التنظيم الإرهابي بدأت تصطاد خلال الأيام الحالية والأيام المقبلة. نعم. وهذا بالتالي تقدم نوعي يحسب إلى التغيرات التي صدرت من السيد حسين. حضرتك حكيت عن أهمية يعني دور الضربات الجوية كذلك وهذا ما يقدمه التحالف، ولكن بنفس الوقت في مطالب الآن بخروج القوات الأجنبية الأمريكية بدرجة أولى والأجنبية بشكل عام من العراق. هذه المعركة هل يعني تتطلب بقاء هذه القوات؟ هل تتطلب يعني تغيير بالتعاطي مع التحالف؟ أو كيف سيحصل هذا الموضوع بظل ما حصل داخل البرلمان من مطالبة بخروج التحالف أو القوات الأجنبية فيه؟ يعني أولا هذا سؤال مهم جدا. السيد الكاظمي عمل منذ تسنمه على الحكومة العراقية على مسار الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، سواء الحوار الأول الذي أجري عبر الدائرة التلفزيونية والحوار الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مع الإدارة الجمهورية التي حكمت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب. لكن الآن هنالك إدارة أمريكية جديدة، وهذه الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل للبناء والتقييم على ما جرى خلال الفترة الماضية، وهي خروج وانتشار 2700 مستشار من الجانب الأمريكي الذين كانوا يعملون ضمن بعثة التحالف الدولي خارج العراق، وهذا بالتالي واحد من الأجندة التي عمل عليها السيد الكاظمي بإعادة ترشيق هذه البعثة الاستشارية ووضع أولويات أساسية لعمل هذه البعثة وحصرها فقط في عملية مكافحة الإرهاب وبناء قدرات القوات المسلحة العراقية. وبالتالي نحتاج إلى بعثة متخصصة في هذا المجال تعمل على بناء القدرات في مجال التدريب، وكذلك بالمقابل في مجال الاستخبارات وفي مجال العمليات الجديدة في المناطق الحرجة. أنا أتوقع هذه المتطلبات الأساسية التي تدفع حكومة السيد الكاظمي لعملية الذهاب بالحوار الاستراتيجي، وهو ما حصل في خطاب وزير الخارجية الأمريكي والاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية العراقي، وأبلغوا أننا مستعدون للحوار في عهد بايدن. الحكومة العراقية اليوم هي ليست فقط في مواجهة مع داعش وأوكارة، هي أيضا كانت بمواجهة مع الصواريخ التي كانت تسقط على المنطقة الخضراء. إلى أي مدى أيضا هذا العامل شتت كذلك الجهود باتجاه داعش؟ بالفعل كلام دقيق جدا. خلايا الكاتيوشا كانت لها تأثير في تغيير الأجندة والأولويات لدى حكومة السيد الكاظمي. نعم. ولفت الانتباه، لكن أتوقع أن السيد الكاظمي قد نجح بإجماع القوى السياسية العراقية باتجاه أن هذا خطر كبير على الأمن القومي العراقي وعلى استقرار البلاد، وهذا بالتالي ما جعل هذه الخلايا تتراجع. إيران ساعدت بالضغط على هذا الموضوع من خلال الزيارات المكوكية التي قام بها مبعوث السيد الكاظمي وهو كان وزير الخارجية، وكذلك مبعوثين خاصين في الملف العراقي عملوا في الهيئات الاستشارية السابقة في الحكومات السابقة. نعم. مع الجانب الإيراني، وجرى عملية تضمين، لكنه بالمقابل أنه ما زال هذا التحدي والتهديد هو موجود، ولكن غير واضح الآن. نعم. الصورة الكبيرة أين يذهب سلوكهم، لأنهم تغيروا خلال المرحلة الحرجة بالعملية الانتقالية للسلطة الأمريكية، ومن ثم كذلك حكومة السيد بايدن قد يكون لديها دعم إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي كبير جدا، وكذلك إن جرى الحوار الاستراتيجي الأمريكي الإيراني قد ينعكس إيجابا على العراق، لأن أي حوار يهدف إلى مناقشة قضية الصواريخ البالستية وكذلك بالمقابل تمويل هذه الجماعات الخاصة وكذلك دعمها، وهذا بالتالي عملية استقرار العراق والحفاظ عليه. نعم. واحد من الأهداف الأمريكية للحوار الاستراتيجي الإيراني الأمريكي خلال المرحلة المقبلة، وهذا ما يطمح إليه العراقيين بأن يتحقق حوار. نعم. واضح جدا حول حدود
إيران وأفعالها في منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على علاقات من خلال الحكومة والدولة وليس علاقات مع هذه الأطراف التي هي دون الدولة. بالعودة إلى موضوع داعش تحديدا دكتور حسين، حكت الدراسة التي ذكرتها زميلتنا هدير عن أنه هو حاول أن يوجد حاضنة شعبية لدى بعض العشائر مستغلا الخلافات، ولكن يعني هو فشل في معظم الأحيان. هل يعني يمكن الآن لداعش فعلا أن يحصل على أي نوع من أنواع التعاطف الشعبي داخل العراق؟ يعني أكيد بعد فقدان التنظيم الإرهابي مراكز الثقل العسكري ومراكز التأثير على المواطنين إن كانوا في المناطق النائية الزراعية كذلك المناطق الحضرية، فقد حواضنه الاجتماعية وكذلك الحواضن الاجتماعية التي بناها أو بنيت خلال المرحلة السابقة حقيقة للتنظيمات الإرهابية وقد ساعدت التنظيمات الإرهابية، قد تغير المناخ السياسي. وانظري هنالك انتقالات كبيرة جدا الآن في عملية المصالحة المجتمعية، في عملية الانتخابات، في عملية نشوء أحزاب وتكوينات سياسية بعد وجود قانون عادل وجيد ومقبول لحد الآن. طيب، فيه بعض الثغرات طبعا لابد أن تعالج. نعم. ولكن أهالي المناطق سيصلون إلى البرلمان وهذا يغير الخطاب والرؤية لدى الحواضن الاجتماعية. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بغداد الدكتور حسين علاوي الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية. ونذهب الآن مباشرة مشاهدينا إلى مؤتمر صحفي للممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز. تحت في أسفل الشاشة وعندما تضغطون عليها. وأود أن أشكر المترجمين معنا، وسيكون هذا المؤتمر الصحفي باللغتين العربية والإنجليزية. يسعدني كثيرا أن أرحب بالسيدة ستيفاني ويليامز لإلقاء كلمتها. شكرا جزيلا أليساندرا، ومن الرائع أن أرى الجميع هنا هذه الليلة، وأنا سعيدة بأن آتي إليكم مباشرة بعد انتهاء عملية التصويت للسلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة في ليبيا، وهذه كانت نتيجة اجتماعات استغرقت 5 أيام هنا في ليبيا عقدها أعضاء ملتقى حوار اللواء السياسي الليبي، وصوتوا أولا للمجلس الرئاسي يوم الثلاثاء ولم يحظى أي من المرشحين بنسبة 70% المطلوبة لهذا التصويت. واليوم ذهبنا إلى عملية تصويت ثانية، كانت هنالك 4 قوائم تم جمعها وتصويت عليها، وكانت هنالك جولتان اليوم، والجولة الثانية حظت بنسبة 50+1. وفي نهاية عملية التصويت كان لدينا أدلى 73 عضوا بصوتهم وبغياب واحد، ولم تكن هناك أصوات غير صالحة، والقائمة الفائزة حصلت على 39 صوتا، و الرئيس المكلف للمجلس الرئاسي هو السيد محمد يونس المنفي، وعضوي مجلس الرئاسة الآخرين هما السيد المنفي هو من شرق ليبيا، والشخص من الجنوب السيد موسى الكوني، وعضو المجلس الرئاسي الآخر من غرب ليبيا هو السيد عبد الله حسين اللافي. رئيس الوزراء المكلف هو السيد عبد الحميد محمد دبيبة، وهذه القائمة حصلت على 39 صوتا، والقائمة الثانية حصلت على 34 صوتا، والمرشحين في هذه القائمة هم للرئيس السيد عقيلة صالح، ولعضوي عقيلة صالح بالطبع هو من شرق ليبيا طبعا، وعضو المجلس الرئاسي السيد أسامة الجويلي من غرب ليبيا، والسيد عبد المجيد غيث سيف النصر من الجنوب، من جنوب ليبيا، والمرشح للمجلس الرئاسي لهذه القائمة هو السيد فتحي بشآغا. وأنا سعيدة للغاية لأن أرى بالفعل
أن المرشحين الذين لم ينجحوا أو لم يفوزوا في هذا السباق اليوم قد أصدروا أو بيانات وتغريدات لبقة للغاية من السيد فتحي رشاغة والسيد أسامة جويلي، وأيضا المرشحين الآخرين الذين شاركوا في هذه العملية المتنوعة أيضا أصدروا تغريدات يرحبون فيها بالمجلس الرئاسي الجديد والرئيس الوزراء المكلف. وما حصل في الغرفة هنا في جنيف في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأيضا الروحية التي سادت التي تسود في ليبيا الآن، وهم يرون التقدم الحاصل في المسارات الثلاثة الليبية في هذه العملية الليبية. ولا يجب علي أن يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الوفاق الوطني وللرئيس فايز السراج، وسأمل أن فعلا أمل أن أتحدث مع الرئيس السراج في وقت متأخر هذه الليلة. وأيضا نحن نحضر لجلسة عبر تطبيق زوم للمجلس الرئاسي الجديد ورئيس الوزراء المكلف مع أعضاء الحوار السياسي الليبي، وأيضا سنبث هذه على الهواء كما رأيتم هذا الأسبوع كما حصل هذا الأسبوع. فإذا هذه السلطة التنفيذية الجديدة الموحدة المؤقتة ممكن أن تستمع مباشرة إلى كثير من الليبيين الذين كثير منهم قد انتخبوهم وقد تبادلت الآراء مع السلطة التنفيذية الجديدة لأن يستمعوا إلى الخطوات التي عليهم أن يتخذوها والكثير من العمل الذي يجب القيام به الآن وللبناء على النجاح الذي تم تحقيقه اليوم. وهم وأعضاء الملتقى الحوار السياسي الليبي يتطلعون إليه وهم مسرورون جدا بأن الأمم المتحدة تمكنت من مرافقتهم في هذا الحوار وفي هذه الرحلة ولتيسير هذا الحوار. لديهم الكثير من المسؤوليات والمضي قدما كما كلما ننظر إلى جدول الأعمال هو الهدف هنا واضح، والهدف هو الانتخابات الوطنية. كما قلنا المرة الماضية في جنيف كانت لدينا الكثير من الحوار الديناميكي مع الليبيين وهم يريدون الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر من هذا العام. وهذا ما على السلطة التنفيذية الجديدة أن تركز عليه أولا وقبل كل شيء. وبالإضافة إلى ذلك تمت هناك إجراءات شفافة للغاية، كان لدينا 43 مرشحا يمثلون كل أعضاء الحوار السياسي الليبي، ولكن أيضا كانت كل ليبيا تشاهد ذلك عبر التلفاز. وفريقي يخبرني بأن المشاهدات بلغت المليون تقريبا والكثير من مئات الآلاف خارج ليبيا مع عند كلما يقدم المرشحين برامجهم، وكان يتم توجيه الأسئلة إليهم بشكل مباشر وأعربوا عن التزامهم بخارطة الطريق التي تمت إذن مشاهدينا نحن نتابع هذا المؤتمر الصحفي للمبعوثة الأممية الخاصة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز التي عبرت بداية عن سعادتها من النتيجة التي تم التوصل إليها اليوم، وكذلك أيضا من بيانات المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ الذين رحبوا بنتيجة هذه الانتخابات. وقالت أن الهدف الأساسي هو الانتخابات الوطنية الليبية التي تم الاتفاق على
على تعيينها في 24 من ديسمبر من هذا العام. المبعوثة الأممية بالإنابة أشادت بالشفافية التي أحاطت بعملية انتخاب السلطة الليبية المؤقتة اليوم وفي الأيام الخمسة التي مرت. طبعا بدأت عملية التصويت منذ بداية شهر فبراير وانتهت في هذا اليوم، وكذلك أيضا مرت بعدة مراحل، وصلت بالنهاية لائحتان إلى المرحلة الأخيرة، وفازت اللائحة الحالية يعني التي فيها رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي وكذلك أيضا رئيس الحكومة عبد الحميد محمد بيبا ب 39 صوتا من أصل 75، ما أدى بالفعل إلى فوزها هي ما بين اللائحتين. نبقي عيننا مشاهدينا طبعا على هذا المؤتمر الصحفي، ولكن أيضا نتابع في ملفات حدث اليوم، حيث بدأت بريطانيا العمل على إصدار جواز سفر للملقحين ضد فيروس كورونا من أجل السماح لهم بالسفر خلال العطل. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن وزارات الخارجية والنقل والصحة والرعاية الاجتماعية تبحث خيارات السفر إلى الخارج التي قد تطلب مثل هذه الوثيقة مستقبلا كشرط للدخول. هذا وسيسمح للسياح البريطانيين بالسفر إلى اليونان اعتبارا من شهر مايو المقبل، بشرط أن يتمكنوا من إظهار دليل على أنهم تلقوا اللقاح المضاد لكورونا. هذا وعبرت أوروبا عن أملها في موافقة الوكالة الطبية الأوروبية على لقاح سبوتنيك في الروسي، إذ قال الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرو في موسكو، قال إنه يأمل في أن توافق وكالة الأدوية الأوروبية على نسخة سبوتنيك في الروسية للاستخدام في الاتحاد الأوروبي وتصادق على كفاءته للاستخدام. واعتبر بوريل أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا بشرى سارة. I take the floor just to congratulate Russia for this success, and it's a good news for the whole mankind because it means that we are going to have more tools to face the pandemic. I am very happy to read the scientific report published in the prestigious magazine, scientific magazine Lancet, explaining the performance of the Russian vaccine. And now I am hoping that the European Medical Agency will be able to certify the efficiency of this vaccine in order to be used also in the European Union states. It will be a good news because, as you know, we are facing a shortage in vaccine, and if there is another source of supply. إذا مشاهدينا نعود لمتابعة بعضا من المؤتمر الصحفي للممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي إذا كانت قد عبرت ببداية كلامها عن ترحيبها لنتيجة التصويت، وكذلك أيضا على ترحيبها يعني كلام وأيضا التهنئة التي توجه بها المرشحون الذين لم يحالفهم الحظ للمرشحين الفائزين. اعتبرت أن الهدف من هذا
هذه السلطة التنفيذية المؤقتة هو بالفعل تنظيم الانتخابات الوطنية الليبية في 24 من ديسمبر من هذا العام، وهي التاريخ الذي كان قد اتفق عليه في وقت سابق من جانب الأطراف الليبية. وكذلك أيضا تأتي هذه التصريحات لستيفاني ويليامز بعد ترحيب كذلك من عدة أطراف داخلية وخارجية بنتيجة التصويت هذا. البداية كانت بترحيب من الداخل من رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، كذلك أيضا كان في ترحيب من دول عربية كمصر والإمارات العربية المتحدة، وكذلك أيضا كان هناك ترحيب من الخارجية الألمانية بنتيجة التصويت هذا، معتبرة أن هذا الاتفاق هو مؤشر بارز للسلام في ليبيا. مع الملف الليبي نختم الساعة الأولى من حدث اليوم ونبقي عيننا عليه في الساعة الثانية، وإلى اللقاء بعد دقائق. إن التدخل التركي في الصراع الليبي من شأنه أن يعزز من حالة الاستقطاب الداخلي في ظل إمداد حكومة الوفاق. هذه المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار. صوت الرصاص الذي نسمعه الآن يا محمد، صوت الرصاص هو صوت أصبح اعتيادي هنا في مدينة بنغازي منذ بدء هذه العملية العسكرية. أي أطراف دولية بالفعل ضغطت على الجيش الليبي ليتراجع؟ أين الجيش الوطني الليبي الآن من كل هذه التطورات؟ يوم الاثنين إذا لم تتوقف الميليشيات عن مهاجمة القوات ستكون المعركة مستمرة ولا تنتهي إلا بالقضاء عليهم وطردتهم إلى مواقع أخرى. الدول الراعية للإرهاب. الشعب السوداني ليس إرهابيا ولا يمارس الإرهاب، ولكنه حكم بنظام يعاضد الإرهاب. نشط باسم السودان دي بيفتح لنا أبواب كثيرة جدا. هل هناك ما يدور في الأروقة أن ربما رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب هو مقدمة للتطبيع مع إسرائيل؟ المسألة ما زالت يحصلها الكثير من الجدل داخل ترويكا الانتقال في السودان. داخلياً يعني ما ردات الفعل على إمكانية تسليم البشير مثلاً إلى الجنائية الدولية؟ ملايين الضحايا ينتظروا من الحكومة السودانية إنها هي تلتزم بتعهداتها. السودان يطالب بأن يصدر تشريع من الكونغرس يعيد للدولة السودانية حصانتها ضد المقاضاة. يجب أنه لا يزداد الشعب فقراً ولا يزداد ألماً، وإنما نقوم بالإصلاحات بطريقة تدريجية حتى لا يعاني الشعب.
لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة. أصبحنا الحدث. أرحب بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من حدث اليوم، ونعود ونذكر بأبرز عناوينه. القصة الأولى ليبيا، وما زلنا عيننا على التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. في التفاصيل، بنتيجة قريبة للمفاجأة، ليبيا تطوي صفحة المناصب التنفيذية، دبابة رئيسا للحكومة الانتقالية والمنفي للرئاسي. القصة الثانية كانت وما زالت معنا من لبنان، وفي التفاصيل إشكال كبير بين الحليفين اللدودين، إطلاق نار بين ميليشيا حزب الله وأمل في معقلهما في بيروت. أيضا القصة الثالثة لبنانية، وفي تفاصيل أرملت لقمان سليم تتهم ميليشيا حزب الله باغتياله ومخاوف من تمنيع التحقيق. القصة الرابعة من أوروبا، وفي تفاصيل أوروبا تضع خلافاتها جانبا مع روسيا واتجاه لترخيص لقاح سبوتنيك في وإنتاجه على أراضيها. القصة الخامسة نتابعها في هذه الساعة من تونس، وفي التفاصيل أزمة رأسي السلطة التنفيذية إلى مزيد من التصعيد. المشيشي بدعم من النهضة يتجه لتخطي صعيد، ودعوات لانسحاب وزراء شبهات الفساد. الصدمة باغتيال لقمان سليم ترافق الشارع اللبناني اليوم. عائلته المكلومة تواصل تساؤلاتها بلا إجابات عن الفاعل والأسباب. اليوم الحدث طالع تقرير الطبيب الشرعي. 6 رصاصات قتلت سليم، والعائلة تقول إن شبهات تعذيب بدت على جسده. أرملته تقول للحدث بمزيج من الألم والغضب إن الفاعل معروف وأعلن عن نفسه غير مرة، فيما دعا بيانه للاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية إلى الشروع بالتحقيق فورا وتقديم المرتكبين إلى العدالة. فالحادثة تأتي مع ذكرى مرور 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، وشعب لبناني يستحق أن يعرف ما جرى، ويستحق العدالة والمحاسبة بأسرع ما يمكن وفقاً للبعثة الأوروبية.
نعود لمتابعة الملف الليبي، لا سيما طبعا المؤتمر الصحفي لستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ومن ثم نتابع في ملفات مشورة أعضاء الملتقى. هؤلاء هم ناس لديهم خبرة وتجارب، ويجب التركيز على خارطة الطريق بالنسبة للانتخابات، ويجب أن يتم التركيز على الاقتصاد والميزانية والحسابات الختامية وتوحيد المؤسسات والعمل لإنهاء الانقسام. لقد رأينا ذلك هذا الأسبوع، رأينا بالفعل في مرحلة بناء إعداد القوائم كان الأشخاص لم يتحدثوا لبعضهم منذ سنوات، كانوا قريبين من بعض لإعداد القوائم والخوض في عملية الاختيار لاختيار السلطة التنفيذية التي تقوم بدورها في الأشهر 11 القادمة. أحيلك إلى موقعنا الإلكتروني مرة أخرى. الانتخابات والخدمات وصيانة البنية التحتية هي هذه ستكون بعض التحديات التي تواجه الحكومة. سؤالك الآخر كان حول مسألة المراقبي الأمم المتحدة. هذه العملية تمضي قدما، ولن أكون أسرع من الليبيين. هم الآن في سرت ويجرون مناقشات مع فريقنا على الأرض، كل ذلك بشأن قضية والحاجة إلى استقدام مراقبين أمميين، وهي قوة خفيفة أو قليلة القوام، ولتأكد من إخراج المرتزقة. موعد 90 يوما مرة في يناير، ولكن هذا لن يجعل هذا الطلب غير شرعي، ولكنه طلب شرعي، طلب ليبي، وهو ملزم بشكل كبير للدول والأطراف والمؤسسات والمنظمات التي تجلب أو تبعث بهؤلاء إلى هذا البلد. شكرا جزيلا ستيفاني. على المنصة السيد مسألة الوكالة الإسبانية أنتونيو. شكرا لساندرا. مس ويليام، أتساءل إذا كنت لك أن تعلقي على السيد منفي للمجلس الرئاسي، هل لديه الدعم من كل الأطراف لأن يقود البلاد نحو الديمقراطية، ورغم أنه لديه ملف سياسي مع بعض المرشحين مثل عقيلة صالح، هل سيكون هذا تحديا أمامه؟ السيد منفي والقائمة التي فاز في حصلت على عدد الأصوات التي مكنها من الفوز. ستكون لدينا سنحادثه هذه الليلة، وسيتبادل الآراء مع أعضاء الملتقى الحوار السياسي الليبي. وقبل وقت من هذا الأسبوع أجاب عن أسئلة، لديه خبرة كخبرة دبلوماسية، وتم انتخابه في 2012 للمؤتمر الوطني العام، وأيضا هو لديه الخبرة أيضا بعض الخبرة الهامة في يمتلكها، وتمكنه من أن يقود المجلس الرئاسي. والسيد موسى الكوني هو من الجنوب، وكان عضوا في المجلس الرئاسي الحالي لعدة سنوات، وهو شخصية مميزة في ليبيا، وأعتقد أنه سيجلب الكثير من الثقل والحكمة لهذا المنصب. والشخص الثالث هو العضو الثالث هو حاليا عضو مجلس النواب السيد دلافي، وأعتقد أنه هناك توازنا في المجلس الرئاسي يعكس الأقاليم الثلاثة،
وعليهم الكثير من العمل، وسيكون من المهم للمجلس الرئاسي أن يعمل بشكل سلس مع رئيس الوزراء والحكومة. وأعتقد أن ما سنراهم على الشاشة الليلة سيكون هنالك بعض من الاستشارات ستقدم إلى هذه السلطة التنفيذية الجديدة. حاتم من بلومبرغ. Just one second, we are unmuting Hatem. نعم، هل تسمعين الآن؟ Sorry, just one second, sir. For those in the room who want to listen in floor or Arabic or floor, Arabic is number seven. And floor is zero and English is one. Go ahead. The new government is... الحكومة الجديدة هل ستدخل من ضمنها المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، أم ستستمر الإدارات السابقة بأداء عملها؟ ولمن ستكون تبعيتهم؟ هل للمجلس الرئاسي أو الحكومة الجديدة أم لمجلس؟ إذن مشاهدينا، سنكتفي حتى الآن بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، وأيضا نعود مع يعني ورود أي جديد حول هذا الموضوع. ولكن الآن نتابع في الشأن اللبناني، فشقيقة الناشط السياسي المغدور لقمان سليم عرضت أمام كاميرا الحدث تقرير الطبيب الشرعي الذي كلفته الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية بالكشف على جثة شقيقها، وقد وصف تقريره بالهش والضعيف. تقرير الطبيب الشرعي فينا ما بعرف نحطه مكتوب بخط اليد، وهو هذا تقرير ملخص يمكن لتقرير أطول يمكن موجود عند القوى الأمنية أنا ما بعرف، بس هذا هو التقرير اللي استحصلنا عليه مشان نقدر نطلع الجثمان من مستشفى صيدا الحكومي لمستشفى خاص ببيروت، لأن احنا عايشين ببيروت. فبيقول هالتقرير انه اسمه واسم امه وبيه يعني الاشياء الروتينية، وبيقول انه 6 رصاصات بالدماغ بالمخ وبالقلب وبالبطن او شيء، بس ما عندي تفاصيل اكثر من هالورقة. أكدت فيرونيكا سليم أرملة الناشط اللبناني المغدور لقمان سليم، أكدت للحدث أن التهديدات التي كان زوجها يتلقاها من حزب الله منذ سنين لم تكن خفية، مشيرة إلى أن لقمان سليم كان يحارب بالفكر والرد كان بقتله، لأن قاتليه لا يستطيعون الرد بالأفكار. لقمان is not physically with us. لقمان لم يعد موجودا معنا بجسده، وقد يكونوا قتلوه بالجسد ولكنهم لن يقتلوا أفكاره أبداً والتي يتبناها الألاف، ليس أنا فقط بل عدد لا نهائي من الأشخاص، ونحن سنواصل القتال في سبيلها. أعتقد أنه من الواضح جلياً من أقدم على الاغتيال، فلقمان كان مهدداً منذ زمن طويل وهذا الأمر ليس سراً. وآخر مشكلة كبيرة كانت عند إحراق الخيام أثناء الثورة في ديسمبر، ففي الصباح التالي وضع حزب الله الملصقات على الجدران، وهذه التهديدات ليست سرية وليس سراً من أين كانت تأتي على مدار السنين، والسبب هو أن لقمان كان شخصاً يقاتل بأفكاره وهم لا يستطيعون الرد بالأفكار بل بارتكاب هذا العمل الإجرامي. وكان مصدر أمني قد كشف لصحيفة الشرق الأوسط أن التحقيقات وصلت إلى الطريق الذي سلكه قاتلو لقمان سليم حين نفذوا عمليتهم، وقالت المصادر إن السيارة سلكت طرق غير فرعية غير رئيسية واستقرت في منطقة العدوسية جنوب صيدا في طريق غير مأهول. وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن سليم يخضع للمراقبة والملاحقة، وقال المصدر إن قوى الأمن تستقصي معرفة من رمى هاتفه غير بعيد عن المنزل الذي كان يزوره، وما إذا كان الهاتف رمي فورا أو بهدف تضليل التحقيق. خمسة أيام وتظهر حقيقة انفجار المرفأ
وعد قطعته السلطات اللبنانية بعيد وقوع الانفجار في 4 أغسطس من العام الماضي. وعد السلطات بالأيام الخمسة بقي كلاما فارغا لأسابيع وأيضا أشهر 5 و6، وباتت تلك العبارة الوعد خير دليل على طمس الحقيقة في لبنان. قتل لقمان سليم المعارض السياسي الشرس في وجه ميليشيا حزب الله. طالب كثيرون بلجنة تحقيق دولية مذكرين السلطات بذلك الوعد الكاذب. يانكوفيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة سابقا في لبنان تذكر تلك العبارة الوعد، فشدد على ضرورة ألا يتبع التحقيق في جريمة الاغتيال نمط التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. كما رأت منظمة العفو الدولية أن سليم ضحية نمط الإفلات من العقاب. موانع داخلية وأخرى خارجية تفرمل عمل القضاء في قضية المرفأ تحديدا. تقول مصادر مطلعة موضحة أن العوامل الداخلية منها تتمثل في طلب نقل الملف من القاضي فادي صوان إلى عهدة قاض آخر، وذلك بسبب ادعاء صوان على بعض السياسيين. أما في الموانع الخارجية فتطرح المصادر علامات استفهام عن أسباب عدم إصدار الخبراء الفرنسيين تقريرهم، هم الذين تعهدوا بإنجازه أواخر. وهكذا هي الأمور في لبنان منذ أسباب متعددة وطمس حقائق واضح ودائم. فبات كثيرون يتخوفون من أن تلاقي قضية اغتيال سليم وقبلها انفجار المرفأ نفس مصير جرائم الاغتيال والتفجير في لبنان منذ عام 1975 على الأقل. معنا الآن من بيروت ويليام نون شقيق أحد ضحايا تفجير مرفأ بيروت. مساء الخير أستاذ ويليام، أهلا فيك معنا على شاشة الحدث. يعني دايما بنكرر عزائنا لكم. مساء النور. يعني وكلنا ناطرين نتيجة التحقيق، وبعد 6 أشهر ما في نتيجة تحقيق، ولا أدري أصلا ماذا حصل بالتحقيق. هل أنتم لديكم معلومات أكثر منا ربما بموضوع التحقيق هذا؟ والصراحة صلنا 6 أشهر ناطرين التحقيق. نحن متواصل مع القضاء اللبناني، مع القاضي صوين بشخصه بالأخص، وزيرة العدل. كنا متواصل قبل مع مدعين التمييز، بس هلأ لا، غسان عويدات. بقولوا انه كانوا متفقين على التقرير لأن القاضي غسان عويدات تنحى عن الملف بيقول، بس اللي حطه يعني نفس الشخص تقريبا. يعني بتعرف القضاء اللبناني عنا كله فايته السياسي، كله في قصص اللبنانيين بيعرفوها مزبوط وانتم بتعرفوها، مش قضاء يعني كله منيح. في ناس اكيد منيحه، في ناس اكيد مش منيحه. انا بنظر القاضي غسان عويدات من القضاة اللي مش منيح اكيد، بس اللي اجى محله هل يرفض يعني الحديث معكم؟ لا بالعكس بيستقبلنا وكل شيء، بس اذا استقبلنا وكذب علينا، اذا رفض يستقبلنا افضل بالنسبه لنا كاهل شهداء. يعني الوعود كثير عند مدعي التمييز، التنفيذ بسيط كثير. نعم. طيب بنروح للقاضي التحقيق. ايه تفضل استاذ ويليام. قاضي التحقيق العدلي فادي صوين اجمالا كل جمعه لنا زياره عنده بيحكينا، والوعود كمان كثيره، التنفيذ اكيد احسن واجرأ. يعني القاضي يمكن اول واحد بيتجرأ يدعي حدا سياسي او وزير او رئيس حكومه. نعم. بلبنان هي سابقه من نوعها، بس تم تجميد التحقيق من بعدها. نحن بدنا الامور صح، نحن بدنا الامور الاداريه اكيد بدنا اياها، بس بدنا قبل الامور الاساسيه اللي هي مين جاب نترات الامونيوم على بيروت، مين استعملها، ومين هربها،
ومين اخر شيء فجرها؟ يعني مين بس انفتحت لعبه الامونيوم الكذبه الكبيره مين فجرها؟ هذا الاساس نحن بالنسبه لنا اكيد بدنا طيب. المسؤوليات الاداريه بس بالشق السنوي. استاذ ويليام انت تحديدا حضرتك وكذلك ايضا اشخاص اخرين سواء اذا نزلوا تظاهروا يقال انكم تتعرضون لضغوط امنيه وايضا كذلك تتعرضون لتهديدات. حضرتك تحديدا تعرضت لتهديدات اخرى، مين اللي هددك والى اي مدى اصلا بالتظاهر عليكم ضغط امني ايضا؟ هلا كلنا بنعرف نحن بلبنان حاكم لبنان هو حزب الله، كل حدا بده يحكي ضد الحزب بده يتهدد، مش اكيد يمكن مش من حدا امني بالحزب او من حدا سياسي بالحزب، من الجمهور او من المحور تبعولهم يعني البيئه الحاضنه اذا بدك تقولي. كيف تهددت حضرتك؟ الضغط والحكي بشع كثير. هلا انا بوقت بقاب بعد الدفن او نهار الدفن كمان وقبله بيومين صار كثير اخذ وعطي انا وشباب الحزب وشباب الجمهور تبع الحزب، يعني رجع تواصل معي حدا من عندنا بالمنطقه في ناس من الحزب انه هاي الشأن مش لازم يكبر وانحلت بوقتها على التليفون. من يومين قبل الحلقه على مع مارسيل غانم على الام تي في وصل شبان على موبيلات مثل طريقتهم زعرني يعني وبيهددوا بالحكي وانا رديت عليهم محل يعني قدام المرفق وعلى الاعلام رد عليهم انه نحن ما بنخافش من حدا. انا خيي استشهد واستشهد معه 9 ابطال راحوا اساسي طفوا حريق استشهدوا. نحن اخواتنا مش رخاص ولا بنقبلكم رخاص، ولا ال 200 شهيد اللي سقطوا او الضحايا سموه اللي بدكم اياهم اكيد مش رخاص. نحن بدنا نكفي الاخر، نحن اذا بنطلع بنحكي على الحزب او على النظام السوري لانه في اشياء ملموسه بايدنا انه في رجال اعمال سوريه هن مهربين نترات من روسيا مفوتينهم على لبنان. نعم شراكه وهميه، تواطؤ من الاجهزه الامنيه، مخابرات جيش بالتحديد، الجمرك. نعم يعني شغله دوليه ومش لعبه بس في قصص بلشت تبين. نحن بدنا نحكيها مش رح نسكت يعني لو قد ما بدهم يحكوا. هل من شو بدنا نخاف؟ من تهديدات. من شو بدنا نخاف؟ لا 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 منخاف ولا رح نخاف. انا خي استشهد بابشع طريقه ممكن تشوفي خي او اخت او حدا بخصك صار في هيك، من شو بدنا نخاف؟ بالعكس هالشي بيزيدنا قوه. كل ما يحكوا يعني كل ما عم يتضايقوا. نحن كلنا بنعرف انه ايامهم صارت معدوده بس واحد يبلش يحكي ويهدد يعني ايمه صارت معدوده. طيب نحن والشعب اللبناني باكثريته متضايق من الوضع بلبنان، لكل شيء بلبنان عاطل بسبب حزب الله وكلنا بنعرف. بس للاسف دولتنا بالقسم الاكبر متواطئه، في ناس بتقبض ناس متواطئه ناس بتخاف، بس نحن بالنسبه لنا اكيد ما بنخاف اكيد هيدي يعرفوها منيح. بس حتى ألفت حضرتك شقيق جو نون وهو واحد من ضمن 10 من فريق الإطفاء الذين توجهوا إلى مرفق بيروت بعد ما تم إبلاغهم بالذهاب إلى هناك لأنه على أساس في حريق عادي لإطفائه وهم الذين يعني دفعوا ثمن كبير. بالإذن منك تفضل. بالإذن وقت ندق على مركز الإطفاء مركز الكرانتينا تليفونات اجت من ناس من اجهزه امنيه من مكاتب امنيه يعني شرطه بيروت او امن عام او حيلا جهاز. نعم بالوقت اللي في مراسلات بتاكد انه بهذا العنبر في نترات امونيوم، بالمراسلات محطوط 2750 طن نترات ازوت عالي ماده متفجره وخطره كثير واللي معه دوليب ونفط وكلنا صرنا بنعرفهم. باي منطق الجهاز اللي معه خبر او الوزاره الداخليه او حيلا حدا بيعرف انه هون في نترات امونيوم، حدا من عندهم بدق بيقول تعوا طفوا حريق بقلب عنبر في امونيوم. بس دايما ما ينعمل اخ لمدينه بيروت ويتفضل بور بيجيبوا ناس زياده وموظفين دوله معترين كل اللي عملوا انهم يعملوا شغلهم بتفاني وببطوله، بجيبوهم من برا فوتون لجوا كانوا بعيد عن الانفجار صاروا على البيت. نحن اقل شهيد من عندنا اندفن 6 أو 7 قطع، هاي الشغله وين بتصير؟ باي دوله؟ اكيد بتصير بلبنان، دوله ممسوكه من ناس من برات الدوله. نعم دوله متواطئه طيب. اجهزه امنيه قابضه وساكته والاحزاب فلت على راسها. يعني منكرر عزائنا لكم، الله يحميكم ويقويكم، شكرا جزيلا لحضرتك. الله يرحم جميع الشهداء. بالفعل شكرا لك ضيفنا من بيروت ويليام نون شقيق احد ضحايا تفجير مرفق بيروت، شكرا جزيلا لحضرتك.
أيضا إلى ضيفي من بيروت الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة. أستاذ علي مساء الخير، أهلا بك معنا دائما بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. يعني ما بعرف خير. كل ما نسمع أهالي ضحايا انفجار المرفأ منحس وكأنه شو ما قلنا قليل قدام يلي هن عم بيقولوه، ولكن ما فينا ما نقول أنه 6 أشهر مرت والخمس أيام لم تنتهي للتحقيق. هل في أي تفاصيل أو أي أمل بأن نسمع بتفاصيل مقبلة حول انفجار المرفأ؟ تقديري أنه طالما الملف هو بيد القضاء اللبناني، وهذا مؤسف أن أقول ذلك، في قضاة كويسين، إنما القضاء بشكل عام غير قادر على الذهاب بعيدا في هذا الملف، ربما غير قادر، ربما لا يرغب في ذلك. في لبنان تعودنا منذ أيام الحرب المشؤومة، يعني الحرب ما بين 75 وسنة 90، 200,000 قتيل دمرت البلد في قضايا وملفات عديدة، تعودنا أنه أن تطمس كثيرا هذه الأحداث. ولعل العنصر الأخطر هو عندما يكون الأطراف المعنية بأي تفجير أو بأي اغتيال تكون مهيمنة على الأرض ومهيمنة على التركيبة السياسية وعلى التركيبة الأمنية، عند ذلك يصبح الأمر شبه مستحيل بأنه نقدر نوصل لنتائج. أنا أخشى أنه بموضوع المرفأ مثل بموضوع لقمان سليم امبارح أنه ما نوصل لمحل. في مطالبة بتحقيق دولي وقت أيضا انفجار المرفأ، سمعنا بنفس المطالبات، ما كان في تحقيق دولي وقتها ولكن كان في كتير أطراف دولية تحقق على الأرض، يعني كنت موجودة بموقع التفجير وكان في أكثر من فريق دولي موجود، ولكن حتى التقارير الدولية لم نرها إلى الآن. أستاذ علي، أول شيء هل حضرتك مع تحقيق دولي بقضية اغتيال الراحل لقمان سليم كما بموضوع المرفأ، وثانيا لماذا لم نرى التقارير الدولية إلى الآن؟ لكن بتذكر لما جيتي أنت وغطيتي مدي هذا الموضوع وكنا كلنا أيضا موجودين، لكن إذا بتتذكري تماما أنه الفرق الدولية إن كان الأمريكيين من الاف بي آي أو الفرنسيين أو حتى الألمان كانوا بصفة مراقب وما كانوا مسيطرين تماما على مسرح الجريمة أو على مسرح حادثة التفجير، شاركوا بالاطلاع وليس وما سيطروا على المسرح تماما. هذا أولا. ثانيا، الدولة اللبنانية رفضت أي تحقيق دولي وإشراك التحقيقات الدولية إشراكا حقيقيا، بحيث يصبح التحقيق اللبناني يقف خلف التحقيق الدولي. هذا الأمر رفضه رئيس الجمهورية منذ اللحظة الأولى، وطبعا هناك موقف دائم من عدد من الأطراف وعلى رأسهم حزب الله دائما لرفض أي تحقيق دولي. ولذلك عم نشوف انه ما عم نوصل لنتيجه، ما عم نوصل لنتيجه وما رح نوصل لنتيجه طالما الموضوع موجود بايد القوى الداخليه، يعني قوى الامن والاجهزه الامنيه والقضاء اللبناني. بقضايا صغيره بيقدروا يوصلوا على نتيجه، بقضايا من هذا النوع اللي بيتشابك فيها الامن مع السياسي أخشى أن يكون الأمر شبه مستحيل. طيب تحقيق الدولة ممكن يوصل لأي نتيجة بعد ما رأيناه بالمحكمة الدولية لمحاكمة الرئيس رفيق الحريري، قتلت عفوا الرئيس رفيق الحريري؟ بالرغم من كل الظواهر اللي لاحظناها بموضوع التحقيق الدولي، ما في شك أنه لولا التحقيق الدولي ما كنا قدرنا وصلنا لسليم عياش حتى. لما بواحد بيقرأ منطوق الحكم على سليم عياش وكيف توصلوا إلى إدانة سليم عياش، تفهمي من سياق هذا المنطوق الحكم. نعم. اللي هو عشرات الصفحات، تفهمي من هي الجهة التي قتلت رفيق الحريري، من هي الجهة التي نسقت هذا الأمر. نعم. وسليم عياش عند مين كان بيشتغل ومن كان يأتمر. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي حمادة على هذه المداخلة معنا من بيروت الصحافي والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك.
إلى بلجيكا، حيث كشفت مجريات المحاكمة التي انعقدت أمس الخميس في مدينة أنتويرب وأدت إلى الحكم بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني أسد الله أسدي، معلومات جديدة عن أحد المتهمين الثلاثة معه، حيث توصلت معلومات الحدث نت إلى أن نسيمة نعامي تعتبر قائدة العملية، وهي من عناصر المخابرات الإيرانية النسوية التي يطلق عليهن اسم السنونوات، اللواتي تعاظم دورهن خلال السنوات الأخيرة لاستخدامهن في تنفيذ العمليات أو الإيقاع بالمعارضين من خلال فخ جنسي وإغراءات مالية وما شابه. بعد إصدار المحكمة البلجيكية حكما بالسجن على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، تعددت التكهنات حول سيناريوهات الرد الإيراني على هذه الخطوة، خصوصا أن إيران أعلنت رفضها للحكم واعتبرت أنه يخالف قوانين الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أسدي، وبالتالي كثر الحديث عن احتمال استخدام إيران لما يعرف بدبلوماسية الرهائن التي تتهم فيها إيران، أي استخدام معتقلين أجانب لديها في السجون الإيرانية كورقة ضغط على الدول الأوروبية للإفراج عن أسدي. وما يزيد من احتمالية هذا السيناريو هو وجود عدد من المعتقلين الأوروبيين داخل السجون الإيرانية الذين قد تقايضهم إيران مقابل أسدي. كما يرى الإيرانيون أن الحكم على أسدي أكثر من مجرد عملية لإنفاذ القانون في أوروبا، وإنما عملية ضدهم سياسيا، خصوصا أن أسدي هو أول دبلوماسي إيراني يدان ويسجن في أوروبا منذ عام 1979. وكان أسدي قد هدد بشكل واضح السلطات الأوروبية عندما حذر أن أهدافا بلجيكية أو أوروبية يمكن أن تتعرض للضرب أو الضغط لإطلاق سراحه بحال إدانته. وشددت السلطات البلجيكية الأمن حول المواقع الرئيسية في أوروبا وكذلك أيضا في الخارج، كما تم تحذير المواطنين البلجيكيين الذين يعيشون ويعملون في لبنان والعراق إلى جانب أجزاء من الخليج من تهديدات أمنية محتملة. وتتوقع السلطات الأوروبية زيادة في عمليات خطف الرعايا الأجانب من قبل إيران في المستقبل القريب. واعتبر ضابط بلجيكي أن الإيرانيين لديهم تاريخ طويل من استهداف حاملي جوازات سفر محددة للخطف أو الاعتقال، وذلك بهدف مقايضتهم في المستقبل. ومعنا الآن من بروكسل فرانس بوغارد، خبير السياسة الخارجية والأمن الأوروبية. سيد بوغارد، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. دبلوماسية الرهائن هي يعني إحدى عناوين المخاوف الرئيسية من ردة الفعل الإيرانية تجاه بلجيكا أو أوروبا ككل. إلى أي مدى هذه المخاوف في مكانها الآن؟
إن تهديدات الإيرانية خطيرة للغاية ويجب أخذها على محمل الكثير من الجد. بأي طريقة يا فخلال العمليات التي قامت بها الشرطة وأجهزة الأمن هدد السيد أسد الله أسدي بالرد على أي إدانة له في المحاكم البلجيكية. إذن صدر الحكم بحقه أمس وهذا الحكم يقضي بسجنه 20 عاما، ولذلك فإن السلطات البلجيكية تتوخى الكثير من الحذر وتتأهب لأي احتمالات محتملة أو لأي ردود فعل محتملة من جانب إيران. التأهب لأي ردود فعل كيف سيكون برأيك، أو على الأقل كيف يجب أن يكون؟ يعني هل نتحدث عن حماية للبلجيكيين في الخارج أو نتحدث عن إجراءات أكثر من ذلك الآن؟ أعتقد أن بلجيكا سوف تركز على حماية رعاياها في الخارج وكذلك المواطنين داخل بلجيكا، والمحاولة التفجير كانت ستقع على الأرض الفرنسية، ولكن هناك تهديدات أيضا يمكن أن تواجهها بلجيكا، فبالتالي بلجيكا تركز على الخارج والداخل على حد سواء. طيب سيد فرانس، يعني بالأمس المعارضة الإيرانية طالبت أنه يكون هناك إجراءات أقصى تجاه إيران بالداخل على الأقل الأوروبي، من إغلاق سفارات وكذلك أيضا يعني أخذ الاحتياطات اللازمة. هل يمكن أن تذهب أوروبا وبلجيكا تحديدا إلى هكذا إجراءات الآن؟ من الواضح أنه سيتم حماية السفارات. وفيما يخص السياسة الخارجية الأوروبية تجاه إيران، فإن المسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن هذه المسألة سوف تكون على طاولة البحث. طيب يعني بالنسبة لأوروبا، في هناك يعني حرص على موضوع الاتفاق النووي، وكذلك أيضا حكي عن وساطة أوروبية في هذا الإطار. إلى أي مدى هذه المحاكمة اليوم قد تغير باستراتيجية أوروبا بالتعاطي أيضا دبلوماسيا مع إيران بموضوع الملف النووي؟ يصعب ربما الإجابة على هذا السؤال، ولكن يجب التمييز بين ما يحدث في المحاكم والأنشطة السياسية، مسألتان يجب التمييز بهما، فمن حيث المبدأ لا يجب الخلط بين الأمرين. طيب بالنسبة لأسد الله أسدي تحديدا كشخص، هو لم يتوانى عن تهديد المحققين وأيضا عن الحديث عن إمكانية ردة كبيرة بحال فعلا إدانته. هل من نية اليوم من جانب بلجيكا أو على الأقل المحكمة التي حكمته بتوسيع التحقيق بإطار العثور أو البحث عن أي خلايا أخرى مرتبطة به قد فعلا يكون لديها أي ردة فعل على محاكمة أسد الله أسدي؟ بالتأكيد نحن نأخذ هذا العنصر في الحسبان. فهذا الدبلوماسي الإيراني تم إدانته، ونحن نسمع بأن هناك في
إيران مكتب مهمته جمع المعلومات بشأن أوروبا، وهو الذي ينظم الهجمات في القارة الأوروبية. نحن لا نعرف من يصدر الأوامر لتنفيذ الهجمات، ومجموعة الأشخاص الأربعة الذين اعتقلوا هم من نعرفهم حتى الآن، وبتأكيد ربما هناك مجموعات أخرى في أوروبا قد تحاول أن تنفذ أشياء من هذا القبيل. هل تعتبر أنه سيتم توسيع التحقيق بالفعل للعثور على هذه المجموعات الأخرى، أو ستكتفي المحكمة بما حصل من محاكمة لأسدي والخلية التابعة له؟ ثمة الكثير من الشفافية التي نلاحظها فيما يتعلق بقضية أسدي، ولكن لا تتوفر لدينا معلومات بشأن أي هجمات محتملة، وهناك تهديدات بالتأكيد فيما يخص أي نشاط إيراني في أوروبا. المحكمة لم تذكر إيران سيد فرانس، ولكن أو لم تدن إيران، بل أدانت أسد الله أسدي، ولكن بنفس الوقت أشارت لما تقوله حضرتك موضوع هذا المكتب بالاستخبارات الإيرانية، وبالتالي يعني هل كان القرار سياسي بعدم تسمية إيران، أو عادة المحكمة هذه لا تتطرق إلى الدول؟ Bon, c'est pas l'habitude qu'un tribunal à ce niveau juge des États, donc ça, ça aurait été un problème. Mais ici, المحاكم لا تقوم عادة بإدانة الدول أو توجيه التهمة للدول، فهي تحاكم الأفراد ليس إلا، وهذا ما حصل في قضية أسد الله أسدي الذي كان ملاحقا من قبل القضاء البلجيكي. طيب، أشكر ضيفي من بروكسل فرانس بوغارد، خبير السياسة الخارجية والأمن الأوروبي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا بحدث اليوم. نفتح موضوع الأزمة التونسية، فبين القصرين قرطاج والقصبة جاثمة أزمة اليمين الدستورية للوزراء الذين يقول الرئيس تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح. أسماء اختارها رئيس الحكومة المشيشي، ويرفض رئيس البلاد قيس سعيد أداءها لهذا البروتوكول الدستوري. وسائل إعلام محلية تحدثت عن لقاء مرتقب بين الرجلين بطلب من المشيشي لبحث الأزمة، لكن مصادر من الرئاسة تستبعد حدوث هذا اللقاء. في الانتظار دخل مكون آخر على الخط، وهو الهيئة النقابية الأساسية في البلاد ممثلة بالاتحاد العام التونسي للشغل، الذي طالب أمينه العام نور الدين طبوبي الوزراء المكلفين بالاعتذار من تلقاء أنفسهم لرفع أو يعني رفع الحرج عن الرئيس ولحل هذه المشكلة. وأعرب الطبوبي عن أمله في إعلاء صوت الحكمة وترشيد العقل حفاظا على الدولة ومؤسساتها، مرجحا احتمال حصول خرق في الساعات المقبلة في الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية. أزمة كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعرب عن ميله لحلها دون اللجوء إلى ما يسمى بالإجراءات المستحيلة كإحدى السيناريوهات التي تحدث عنها عدد من السياسيين وخبراء القانون الدستوري. وبالمقابل دعت حركة النهضة على لسان أحد قياديها الحبيب حذر، دعت الوزراء إلى أداء اليمين الدستوري في البرلمان في ظل رفض سعيد لهذا الموضوع. على كل، نفهم أكثر وجهة النظر القانونية إزاء
كيفية يعني تعاطي مع الموضوع دستوريا، سواء من ناحية إمكانية تأديتهم اليمين داخل البرلمان أو من ناحية ربما ضرورة تراجعهم، وكل هذه التساؤلات مع ضيفنا عبر سكايب من مدينة سوسة أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري. أستاذ أمين مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. يعني هل يمكن أن نجد أي مخرج دستوري لما يحصل الآن؟ هو في الحقيقة مثل ما يعلم الجميع الإشكال هو سياسي بالأساس، إشكال سياسي ناتج عن توتر العلاقة بين كل من سيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية. ولا يجب أن ننسى بأن السيد رئيس الحكومة هو مرشح سيد رئيس الجمهورية، ثم يجب التوضيح بأنه قبل ذلك كان يشتغل في القصر مع بين معاوني سيد رئيس الجمهورية، إذن هو محل ثقة كاملة. ولكن بمجرد ترشيحه اعتبر سيد هشام المشيشي أن الأهم هو المحافظة على منصب رئاسة الحكومة أهم من المحافظة على العلاقة مع الرئيس، أعطى الأولوية إذن لمنصبه لهذا المنصب، وهو يدرك جيدا بأن بقاءه في منصب رئيس الحكومة يرتبط إذن برضا رئيس الحزب حركة النهضة، نعم، وخاصة هذا الحزب السيد راشد الغنوشي. طيب. يعني هذا المعطى هام وهام جدا ومفصلي لكي نفهم إن شئنا هذا الإشكال، لأنه بما أن السيد المشيشي تصرف بشكل منفرد وواصل، خاصة بأنه قام بتغيير كل الوزراء الذين ربما أو أغلب المقترحات القصر في هذه الحكومة، إذن هناك مزيد من التوتر. إذن نعم. الرئيس طيب أستاذ أمين، إلا معه في إطار الدستور، وبما أن هناك إشكال في الدستور التونسي، لأن الدستور التونسي لا يتضمن أي إشارة إلى التحوير الوزاري، وإنما فقط في الفصل 89 منه القواعد المتعلقة بتكوين الحكومة إثر الإعلان الرسمي عن النتائج الانتخابية. فنحن نعلم بأن، وكنا نبهنا إلى ذلك، بأن هذا الدستور فيه العديد من الهينات، وخاصة يدفع إلى التصادم وإلى تفتيت السلطات وليس إلى تفريق السلطات، خاصة داخل السلطة. طيب أستاذ أمين، بس حتى نوضح الصورة للمشاهدين، يعني ما يطرح الآن سواء من جانب حركة النهضة أو من أطراف آخرين، في سيناريوهان. سيناريو يطرح بموضوع أداء القسم أمام البرلمان وليس أمام الرئيس، سيناريو آخر يطرح بأن يبدأ هؤلاء الوزراء عملهم بدون أداء اليمين، وأيضا السيناريو الثالث المطروح هو أن يعتذر هؤلاء الوزراء المسميين يعني لهذه الوزارات. أي من هذه السيناريوهات قانوني بداية؟ السيناريوهات الأولى مستبعدة جدا، يعني لا يمكن في إطار القانون الدستوري أن نقبل بأن رئيس دولة منتخب موجود يضمن ويمثل رمز وحدة الدولة ويضمن استقرارها واستمراريتها ويسر الاحترام الدستور، يعني يقع تجاوزه بهذه السهولة، هذا غير ممكن. وإقرار نظرية الإجراءات المستحيلة في هذا الباب بالذات، خاصة مع رئيس الدولة، غير معمول به. يجب أن نذكر وأعطي مثال على ذلك، يعني أن مثلا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عندما يستعمل فيتو الجيب غير منصوص عليه في الدستور، فإن الكونغرس لا يقول بأن هناك إجراء مستحيل، بما أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية امتنع عن ختم هذا القانون. لا. فعلينا أن نجد أخرى تقوم بختم هذا القانون، يعني هذا عبث ولا لا. نجد إذن لا توجد أي إمكانية لتجاوز رئيس الجمهورية، وإذا ما تم ذلك فسوف هذا يعتبر تصعيد، وكل الوزارات إذن سوف تكون تجد نفسها أمام مشاكل عديدة، وطبع أعمالها سوف تكون باطلة. طيب. ومصداقيتها على المستوى الدولي سوف تكون مصداقية مشكوك فيها. كل هذا سوف يهدد وحدة الدولة، نعم، وسوف يصبح يتصادم مع من يرمز إلى وحدة الدولة. سيد أمين،
وذكروا أنه في السابق مثلا أعطي مثال في السابق مثلا الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية أستاذ أمين أنا يعني للأسف بعتقد حضرتك مش عم تسمعني بوضوح ولكن بدي أعتذر من حضرتك انتهى وقت المقابلة وأعتذر على المقاطعة يعني للأسف كان في كثير من التغطية المباشرة لأحداث كثيرة اضطررنا لتقصير وقت المقابلة أنا بشكرك جزيل الشكر ضيفنا من مدينة سوسة التونسية أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري ونتابع في الأخبار العاجلة الواردة التي نقلتها الحدث عن البيت الأبيض بموضوع أن الإدارة تريد ربط الملف الإيراني بدورها في سوريا العراق اليمن ولبنان هذا أيضا إلى جانب ما حكي عن أنه سيتم التشاور مع الحلفاء والكونغرس بشأن اتفاق جديد مع إيران هذا ما نسأل عنه زميلتنا مراسلة الحدث من واشنطن نادية البلبيسي مساء الخير نادية يعني اتفاق جديد هل هذا يعني أنه حسم موضوع العودة إلى الاتفاق القديم وماذا تعني أيضا التصريحات حول ربط النووي الإيراني مع كل هذه الدول في المنطقة أهلا بك لارا دعيني أوضح هذه النقطة بالتحديد حسب المعلومات التي وصلتني في الواقع من مسؤول كبير قال لي بأنه هذا الاجتماع أولا سيكون على مستوى عالي جدا يعني على مستوى رفيع طبعا لم يتحدث عن الأسماء لكن نتوقع أن يكون وزير الخارجية وزير الدفاع منسق شؤون الشرق الأوسط المبعوث لإيران روب مالي أيضا السفير أو السياسي الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندر كينغ الذي عينه بايدن لكي يكون مبعوث لليمن كل هؤلاء الأشخاص عدا عن أشخاص آخرين طبعا سيجتمعون في البيت الأبيض وسيقدمون مشروع ربما أو سيبحثون على الأقل في كيفية التفاوض في آلية التفاوض مع إيران حاليا الرئيس أريد أن أقول بأن الرئيس بايدن لن يحضر هذا الاجتماع هو اجتماع تمهيدي أو تحضيري وأيضا هذا الاجتماع لن يخرج بقرار بمعنى لن يكون هناك قرار بكيفية التعامل مع إيران هو غير مرتبط حسب معلوماتي بالانتخابات الإيرانية والمسؤول قال لي بأنه من المبكر جدا حتى الحديث عن ذلك لكن ما نعرفه هو أنه بالفعل كل ما سمعناه بالأمس من الرئيس نفسه بايدن عندما قال بأنه يريد أن ينهي الحرب باليمن عندما قال بأنه السعودية تتعرض إلى صواريخ وإلى اعتداءات من وكلاء إيران ويقصد الحوثيين طبعا وتعيينه لهذا المبعوث وربطه كل هذه بالملفات الأخرى لإيران طبعا في المنطقة سواء كان تدخلها في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن كل هذه الملفات سترتبط معا لأنه كما قال لي عبارة عن بازل يعني بمعنى عن قطع يمكن أن توضع في على لوحة والإدارة تريد أن ترى الصورة كاملة إذن هي عبارة عن جلسة استشارية على كل مستوى المسؤولين الكبار في الإدارة ما يسمى بالإنتر إيجنسيز وستطبعا في مجلس الأمن القومي وهذه هي البداية إلى جانب ذلك أيضا قام أنتوني بلينكين حسب ما عرفت من وزارة الخارجية أيضا بإجراء لقاء مع الحلفاء الأوروبيين ما يسمى بالE3 الأوروبيين الدول الأوروبية ثلاثة وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا أيضا للحديث عن الملف الإيراني ليس فقط كان موضوع إيران بالتحديد لكن أيضا ملفات أخرى من الصين وكوفيد وغيرها لكن هناك تركيز طبعا على الشرق الأوسط وعلى فكرة الاجتماع في البيت الأبيض هو يسمى باجتماع عن الشرق الأوسط بالتحديد ولهذا تم ربط كل القضايا التي تحدثت عنها التي انطوت تحت الملف النووي الإيراني يعني هذا الاجتماع تمهيدي ولكن كيف سيتم يعني الذهاب من هذه النقطة نادية يعني هل نحن أمام عدة اجتماعات لتقرير هذه السياسة؟ هذا كان سؤالي أيضا للمسؤول في الواقع قال لي بأنه لنذكر ربما العالم بأنه هذه الإدارة لم يمضي عليها أكثر من أسبوعين تقريبا وحتى تعيين مبعوث لإيران لم يمضي عليها أكثر من أسبوع وبالتالي هو اجتماع مبدئي فقط لأنه هناك ضرورة قصوى وهذا ما قاله جيك سوليفان قال جيك سوليفان وهو مستشار الأمن القومي قبل أيام قال بأنه إيران وملف إيران النووي هو أولوية قصوى لأنه من وجهة نظره إيران استطاعت أن تجمع مواد انشطارية كافية تخزنها لتصنع منها قنبلة وبالتالي الوقت هنا محدود جدا للتحرك ربما لكن في نفس الوقت
لا يوجد تعارض، وهذه نقطة أيضا مهمة أنا سألتها، لا يوجد تعارض بين هذا وما بين عدم رغبة هذه الإدارة بأن تكون على عجلة لأن تقدم أي شيء لإيران. وقبل قليل قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الكرة في الملعب الإيراني. يعني بانتظار نتائج هذا الاجتماع وسواه، دائما معك نادية، شكرا لك. حتى ساعة من واشنطن مراسلة الحدث نادية البلبيسي. ومع هذه التطورات الأتية من الولايات المتحدة مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حدث اليوم. شكرا لكم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.